نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. في أول أيام الزيارة الرسمية إلى فرنسا، رئيس الحكومة يجري سلسلة محادثات مع الساسة الفرنسيين ويطلع على الجناح التونسي للنسيج. اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعلن أن القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية مجرد تحيين للقائمة سابقة في الدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إدراج دول جديدة. وزارة التربية تطلق منظومة إلكترونية للتسجيل بالمرحلة الابتدائية، ينطلق العمل بها غداً. الثامنة من تونس، أهلا بكم. جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إجراء حركة جزئية في سلك الولايات تم بمقتضاها تعيين أيمن البجاوي واليا على توزر ونقل كل من محمد صدقي بوعون من ولاية جندوبة إلى ولاية سيدي بوزيد وعلي المرموري من ولاية زغوان إلى ولاية جندوبة وصالح المطيراوي من ولاية توزر إلى ولاية زغوان. في اليوم الأول من زيارته الرسمية لفرنسا، أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لقائين مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيرون ورئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس، وفي رسالة دعم للمصدرين التونسيين المصدرين التونسيين زار رئيس الحكومة الجناح التونسي في المعرض الدولي للنسيج والموضة الرؤية الأولى في قصر المعارض بضاحية باريس الشمالية. استقبال رسمي حظي به رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالساحة الشرفية لزانفاليد، رافقه استعراض عسكري، وذلك لدى وصوله إلى فرنسا بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية تمتد 3 أيام. وقد كانت لرئيس الحكومة مباحثات مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى في اليوم الأول من الزيارة، التقى خلالها برئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيرون بعد أن أجرى لقاء برئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس. وفي رسالة دعم للمصدرين التونسيين ولقطاع النسيج، أدى الشاهد زيارة إلى الجناح التونسي بالصالون الدولي للنسيج والموضة رؤية أولى. احنا هنا اليوم في معرض النسيج لدعم المصدرين التونسيين، شفتوهم هنا أكثر من 24 أو 25 مصدر تونسي، معناه أنه المنتوج التونسي يتباع في العالم كل، وقطاع النسيج قطاع مهم جدا، أول قطاع مشغل في تونس. 25 تونسيا يشاركون في هذا الصالون في مجال النسيج والألبسة الجاهزة والإكسسوارات. فما شوية تحسن من ناحية الإقبال على التكستيل، وفما زاد رجوع شوية من البلدان كيما من الصين، رجعوا شوية باش يشريوا من تونس. لنا مشاركين في بريمير فيزيون، مش أول مرة قاعدين نعاودوا فيها بريمير فيزيون، فنتائج طيبة، قاعدين نتعرفوا على كليونات جدد. وقد أكد المشاركون التونسيون رواج منتوجهم وعودتهم إلى السوق الاقتصادية الأوروبية، سيما بعد إقرار الخطة الوطنية للنهوض بالنسيج. تأكيد فرنسي ممتد في الزمن لدعم التجربة الديمقراطية التونسية، غير أن إنجاح المسار الانتقال الديمقراطي يمر حتما عبر الاستقرار الاقتصادي، وتلك مسألة ستكون جوهر الزيارة خلال اليومين القادمين. من أمام مقر الجمعية الوطنية الفرنسية، ليليا ذكار للتلفزة التونسية باريس. أبقت المفوضية الأوروبية تونس في القائمة السوداء التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن القائمة التي صدرت اليوم هي مجرد تحين للقائمة السابقة الصادرة في فيفري 18 2000. الإبقاء على تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال هو مجرد تحيين للقائمة السابقة مع إدراج دول أخرى، وأن تونس مدرجة بها منذ فيفري 18 و2000. هذا ما أكدته اللجنة التونسية للتحاليل المالية. إذا كان اليوم الاتحاد الأوروبي مش يخرج قائمة محينة، القائمة المحينة هذه وقع إضافة بلدان جدد، لكن البلدان اللي قاعدين ينفذوا في الخطة العمل اللي متاعهم وهما صرحوا اللي مش يخرجوا في جوان 2019، يعني احنا تونس ما نجموش يخرجونا بالطبيعة، مازال ما صارش الوقت وما زلنا ما كملناش نفذنا خطة العمل، وهذاك علاش ابقينا في القائمة هي بذها. وقد أكد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال أن تونس في طريقها لاستكمال إنجاز كامل نقاط خطة عمل مجموعة العمل المالي في الأجل المحددة لها. احنا ملفنا ما زالت نقطة
معناها مع مهنة حرة معينة قاعدين نتفاوضوا فيها، إن شاء الله نسوي النقطة هذيك والملف متاعنا يتعدى على اللجنة الفنية، والملف متاعنا يتعدى كيف كيف على اللجنة الجلسة العامة متاع الفاتفة هذه متاع القفي، ثم يجيوا يعملوا زيارة ونخرج إن شاء الله. خاصة وأنا رئيس المفوضية الأوروبية وعدنا وعد سيادة رئيس الحكومة باش نخرجوا من القائمة هذه من الاتحاد الأوروبي، يخرجنا إذا كان معناها بعد ما نخرجوا من القائمة نتاع القفي. هذا وستتم في الأيام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي قفي. في خطوة هي الأولى من نوعها، أطلقت وزارة التربية منظومة إلكترونية خاصة بالمرحلة الابتدائية تتمثل في إحداث موقع للتسجيل عن بعد مخصص لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، وسينطلق غدا ليتواصل على مدى شهر ونصف. هو مقتطف من الدليل التوضيحي الموجه لأولياء تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي. تلاميذ سينطلق تسجيلهم بمختلف المدارس عن بعد بداية من الغد، وستشمل العملية 220 ألف تلميذ وتلميذة. للتسجيل عن بعد للتلامذة اللي مولودين في سنة 2013، وبالنسبة أيضا للتلامذة اللي هما ما قاموش والديهم بتسجيلهم، اللي هما من مواليد 2012 2011 و2010. بالنسبة للتلامذة اللي هما مسجلين في مدرسة عمومية بسنة تحضيرية، هما عندهم الأولوية في التسجيل بالنسبة للسنة الأولى في المدرسة متاعهم. أما كيف عندهم زاد الاختيار، كان يحبوا يسجلوا في مدرسة أخرى مخالفة للمدرسة اللي عملوا فيها التحضيري بإمكانهم هذا أيضا. عملية التسجيل عن بعد في مرحلتها الأولى تتواصل إلى غاية 31 من شهر مارس المقبل، وسيفتح موقع التسجيل غدا بداية من منتصف النهار. الولي كي باش يدخل الموقع هذايا ملول بكل باش يعرف بنفسه، فما معطيات باش يدخلها، وباش يدخل أيضا رقم الهاتف الجوال نتاعو. وهنا نحب ناكد على الاولياء، راهو الرقم اللي هو باش يدخله، الرقم هذا نتاع الهاتف الجوال باش يجي عليه امود باس اللي هو باش يستعمله ويمكنه انه يدخل على البلاتفورم هذه ويسجل الصغير نتاعو، وكيف باش يكون هو طريقه التواصل مع وزاره التربيه كان عندنا معطيات جديده خاصه بالتسجيل نتاع صغيره. عمليه التسجيل عن بعد التي اطلقتها وزاره التربيه تحمل اجراء جديدا يختلف عن عمليه تسجيل تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. خدمنا على المعرف الخاص بالتلميذ. المرة اللي فاتت كان معرف مربوط بالمؤسسة التربوية، كل تلميذ عنده المعرف متاعه اللي هو باش يقع استعماله من اللي يدخل بالسنة الأولى ابتدائي حتى لين يكمل دراسته للباك. جديد أيضا بالنسبة لعملية التسجيل، مانيش نطلبوا المضمون، باش يكون مضمون إلكتروني. المرحلة الثانية من التسجيل ستنطلق خلال شهر أفريل المقبل، يقوم خلالها الأولياء بتأكيد تسجيل أبنائهم بالمدارس التي تم اختيارها واستخلاص معاليم ترسيمها عن بعد. نبهت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إثر إنجاز دراستين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى وجود نقائص كثيرة تتعلق بقانون التبني والإيداع العائلي، فضلا عن ممارسات داخل هذه المؤسسات تعود إلى نقص في تكوين الإطارات المختصة وفي فضاءات الترفيه والتكوين. نقائص عدة أثمرتها دراستان حول وضعية مؤسسات للرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وفاقد السند العائلي. الدراستان اللتان أنجزتهما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تضمنتا تباينا بين التشريع والممارسة في التعاطي مع قانوني التبني والإيداع العائلي، وأظهرت أنه رغم تطابق التشريع التونسي في كلا المادتين مع نظيره الدولي، غير أن الواقع الاجتماعي في تونس يكشف عكس ذلك. من ذلك عزوف العائلات التونسية عن تبني أطفال ذوي بشرة سوداء أو حامل إعاقة، فيما تتنامى مطالب التبني لهؤلاء من خارج حدود الوطن، وهو ما يستوجب حسب الرابطة إعادة النظر في التشريعات. القانون التبني مثلا اللي هو من عام 1958، واللي لابد أن يكون متناغم مع الوضع الحالي، مع التوجه الحقوقي لما بعد الثورة. قانون الإيداع العائلي اللي هو قانون عام 67 اللي ينص على أنه الدولة تمنح منحة للعائلات الحاضنة. الزيارات الميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وفاقد السند العائلي
كشفت وفقا لمضامين الدراستين عن وجود كدمات وخدوش لدى الأطفال المقيمين في هذه المؤسسات، وتم رفع تقرير في شأنها إلى وزير الشؤون الاجتماعية، كما تم تسجيل نقائص في الموارد البشرية المختصة للإحاطة بهذه الفئة من الأطفال، وهو ما يستوجب تدعيم الكادر البشري في مراكز الرعاية والإدماج الاجتماعي بكادر عدديا ونوعيا، لأنه غير طبيعي أنه أم حاضنة تتكفل ب 15 رضيع، غير طبيعي أنه عون يتكفل بأربعة حالات بتاع إعاقة ثقيلة. لقينا عنف بين الأطفال في بعضهم، معليش، لأنه قلة البرامج معناتها الترفيهية. وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتكثيف التكوين لدى مختلف المتدخلين في مراكز الرعاية للأطفال، ودعوة لمراجعة النصوص القانونية في اتجاه مزيد ترسيخ المقاربة الحقوقية وإحداث فريق وطني لتكثيف الزيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بجميع أصنافها. مما لا شك فيه أن مريض السرطان عافانا وعافاكم الله يمر بمراحل مختلفة في رحلة العلاج، ولأن هذه الرحلة ترتكز على القتال من حيث محاربة المرض، كان لابد من التركيز على الدعم المعنوي والنفسي الذي يعتبر تكميليا للعلاج العضوي وجزءا لا يتجزأ منه. لذلك تركز المنتدى الإقليمي الذي تنظمه المندوبيتان الجهويتان للأسرة والعمران البشري بولايتي أريانا ومنوبة على مسألة دور الأسرة في الإحاطة بمرضى سرطان الثدي والتكفل بهما. رجاء، واحدة ممن أصبنا بسرطان الثدي، اختارت أن تكشف عن هويتها للمشاهدين لأنها تبعث برسائل أمل وحب للحياة. هي أيضا ممن لعب الجانب النفسي وإحاطة العائلة في حياتها دورا كبيرا في علاجها نهائيا من الورم. مع العلاج كانت إحاطة نفسانية كبيرة برشا من عائلتي، من أولادي، من زوجي، من عائلتي، دونك كل هذيك عاونتني برشا باش نقف على ساقية وباش نتجاوز الصعوبات، فهمتني؟ خاطر العلاج معناها وحده شويه يلزم معاه احاطه نفسيه كبيره برشا باش تنجم المراه تتجاوز كل مراحل الصعوبات هذه. وبهدف مزيد التوعية بأهمية الدعم النفسي والمعنوي للمصابات بسرطان الثدي نظم هذا الملتقى. برشا عديد من الدراسات أثبتت أن على قدر ما تكون المرأة نفسيتها إيجابية وعلى قدر ما تكون محاطة إيجابياً يكون معناها العلاج اسهل والمراه تنجم تستجيب للعلاج خير. في بالكم اللي كيف نعلموا المراه بالنتيجه معناها تولي تخمم كان في الموت، وحتى المجتمع كله حتى الاسره قاعدين نغيروا في النظره هذه، على خاطر التكفل النفسي يضمن بنسبه عاليه جدا الشفاء نتاعها. الهدف من البرشات هذية ومن البرامج هذية والهدف نتاع وزارة الصحة هو أنه الإنسان يكمل حياته في أفضل الظروف، واللي نعرفه احنا توا مرض السرطان الحمد لله نقضيه عليه. وتشير الإحصائيات إلى تسجيل ما بين 2500 إلى 3000 حالة إضافية من سرطان الثدي سنويا في تونس، ويؤكد الأطباء والمختصون في جراحة الأورام على أهمية الكشف المبكر. وماذا بينا كل امرأة تنجم وحدها تمشي عندك ثلاثة طرق معروفة، فما الحاجة الأولى هي كونها تعدي على روحها، ما عبروا عليه باللوتو بالباسيون، ما أنت حاجة تتعلمها وماش صعيبة بالكل، تنجم تمشي مرة في العام الطبيب العائلة ولا طبيب المختص يعدي عليها هو، ومرة في العامين تعمل الماموغرافي بتلقى نفسها مو. وتسعى وزارة الصحة من خلال حملات التوعية والتثقيف إلى بلوغ تراجع في حجم الورم، مما يقلص من نسب الوفيات ويساهم في التحكم في كلفة الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمصابات. وفي موضوع آخر الآن، وتحت شعار توقيتي نعرف فنيتي، نظمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حملة توعية لتيسير التنقل والاتصال لفائدة المكفوفين، كما أعلنت عن إصدار جدول توقيت القطارات على طريقة برايل لفائدة ضعاف وفاقدي البصر. في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إصدار جدول مواعيد القطارات على طريقة براي لفائدة ضعاف وفاقد البصر بالتعاون مع جمعية رؤية للمساعدة والمرافقة والتحسيس لهذه الفئة. بادرة أكد مدير عام الشركة أنها ستمكن هذه الفئة من استعمال وسائل النقل بسهولة وفي ظروف آمنة. في مرحلة أولى
عملوا العديد من الخطوط، ولكن الهدف متاعنا هو أنه تشمل جميع الخطوط متاعنا وجميع النقاط متاع التوقف والمحطات. أمر يظهر فيه سبق ربما في تونس هذاك ثابت لأنه ما تعملش سابقا، ولكن يظهر حتى في العالم ما ثماشي هالأمر هذايا. وعلى ما علمت أنه المنظمة العالمية متاع السكاك الحديدية UIC طالبة باش تاخذ أكثر معلومات. رئيسة جمعية رؤية للمساعدة والمرافقة والتحسيس لفائدة ضعاف وفاقد البصر من جهتها أكدت أن اعتماد طريقة براي في جدول مواعيد القطارات ستمكن من ضمان استقلالية المكفوف وتسهيل تنقله دون انتظار المساعدة. إن شاء الله مع الشركة مش يولي إن شاء الله بالوقت يولي ثم حتى بغود أسيستانس إنه هو يساعد المكفوفين وقت اللي يهبطوا من التران، خاطر الناس كل تبدأ تجري كل واحد يمشي لروحه، ونجم ثم عباد ينجم يقول لك تحبش أنا نرافقك حتى توصل يعني تخرج، وثم عباد تنجم تتعدى طول معناها هم أحرار. إحنا كده ثم أسيستانس هذا يزيد يضمن لنا الاستقلالية أكثر. وبهذه المناسبة نظمت الشركة حملة تحسيسية ببهو محطة تونس للأرتال بالعاصمة لتوعية المسافرين بضرورة احترام المكفوفين وتيسير التنقل والاتصال لفائدة هذه الفئة. في الشأن الاقتصادي انطلقت حملة لفرق المراقبة الاقتصادية بالعاصمة للتثبت من مدى التزام التجار بإجراءات موسم التخفيضات، وقد تم رصد جملة من المخالفات أغلبها بمحلات الملابس الجاهزة والأحذية. سجلت فرق المراقبة الاقتصادية اليوم 16 مخالفة تعلقت أغلبها بعدم إشهار الأسعار والإشهار الكاذب والفوترة وعدم احترام التأشير الثنائي. كما تم منذ انطلاق موسم التخفيضات تنفيذ أكثر من 1200 زيارة تفقد أسفرت عن رفع 180 مخالفة. أهم المخالفات الاقتصادية تم تسجيلها في قطاع الملابس الجاهزة ثم تليها في قطاع الأحذية. نوعية المخالفات الاقتصادية اللي تم تسجيلها خلال السولد هذايا تتعلق بعدم إشهار الأسعار، النسبة المئوية متاع عدم إيداع هي 16% من مجموع المخالفات، وكذلك بيوعات تنموية معناتها في وقت السولد يجي يعمل حاجة مش متعلقة بالسولد. التجاوزات أكدها أيضا عدد من المواطنين ممن اعتبروا أن موسم التخفيضات يفتقد المصداقية في أغلب المحلات التجارية. والحاجة اللي حاجتنا بها معناها فيها تخفيض ما فيهاش تخفيض، وأسعار تتبدل ومش نفس السعر اللي قبل السولد، وبصراحة فماش شفافية. حق في تونس ما نسموش عنا سولد حقيقي، الحق ما يجيبونش الكاليتي الحاجه الباهيه تتخبى ويجبدوا لك كان كاملات. انا نلقاها حاط لك ثلاث اربع حاجات على شيره يقول لك هذو ماما في تخفيض، لكن انت تراها من برا تقول هذا كله تخفيض. لكن الاستثناء وارد اذ يحترم عدد من التجار الاجراءات القانونيه المتعلقه بالتخفيضات. يقول لك يحطوا سوم ومن بعد يعملوا سوم اخر، واللي هي ما تصيرش امبوسيبل، خاطر راي ديكلاري وبارسا تلقاه البرودوي محطوط قبل بتروا موا ولا كات موا ولا سي موا من اول السيزون، ما نجموش معناها باش يلعب ليماج دو ماغازان نتاعو يعملها، صدقني راه ماهوش تيسر. امور قانونيه عنده التصاريح نتاع السولد ولي بورسونتاج محطوطين هما اللي ديكلاري على البرودوي نتاعو. معناها البورسونتاج المكتوبه على التيكي موجوده. لا سولد بالكدا وباه، ومعناتها حتى الكاليتي تحفونه. لا به كل شيء به. أنا جيت من المغرب الصراحة، تمن مناسب بالنسبة لي، تمن مناسب. ومع تواصل موسم التخفيضات إلى غاية اليوم الثامن من شهر مارس المقبل، يأمل المستهلك وفرق المراقبة الاقتصادية على حد سواء التزام التجار بضوابط موسم التخفيضات. قبل انطلاق الموسم السياحي واستعدادا له، تم إمضاء اتفاق بين وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بخصوص تنفيذ برنامج التقليص من النفايات بجزيرة جربة. هذا البرنامج ممول من قبل صندوق حماية المناطق السياحية. هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارتي السياحة والشؤون المحلية والبيئة ينص على إقرار اعتمادات لإنجاز مشروع الفرز الانتقائي لنفايات الوحدات السياحية بجزيرة جربة والمقدرة ب 60%. وفي الإطار هذا تم تخصيص اعتمادات هامة قرابة أكثر من 1.5 مليار لاقتناء معدات بتاع حمل رفع الفضلات المنزلية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 200,000 دينار تو حاليا
باش يتم رفع كامل الفضلات المتواجدة. شفنا اللي فما كما قلنا إرجانس باش نتحركوا في المشكلة البيئية اللي عندنا غادي، اللي هي مش من اليوم، معناها عندها أكثر من 7-8 سنين. وإن شاء الله معناها البلديات الثلاث اللي هي حوم السوق والجيم وميدون معناها يستغلوا هالفرصة هذه للسياحة. السواح راهو ما يجيونا لتونس كان البيئة تكون معناها البلاد تكون نظيفة. بلديات الجزيرة ثمنت هذا المشروع النموذجي وأكدت أهمية العمل في إطار تشاركي لضمان نجاعته في التقليص من حجم النفايات. اليوم برنامج معناها فرز من المصدر هو خطوة مهمة في الوصول إلى الحل النهائي. أملنا أن يصير فيما تفاعل إيجابي من طرف الجميع باش ننجحوا في المحطة هذه، محطة هامة وهي باش تأسس غدوة إلى نجاح المشروع التام. اون باراليل عندنا المشروع الانتقالي اللي ان شاء الله توا في مرحله فرز العروض، وان شاء الله في الاشهر في غضون معناها اسابيع باش نعرفوا شكون الشركه اللي باش تستغل، وهكاك ان شاء الله نكونوا حلينا المشكل باتجاه الحل معناها لمشكله النفايات في جزيره اجرب. اتفاق هو تتويج لجلسات عمل خصصت لتدارس الوضع البيئي بعديد المناطق السياحيه ومن بينها جزيره جربه بهدف ايجاد حلول جذريه قبل انطلاق الموسم السياحي. نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغرفة التجارة والصناعة بالوسط أسبوع الابتكار الأورو متوسطي الذي تشارك فيه 25 مؤسسة من 16 بلدا حول المياه والطاقة والزراعة الذي يتنزل في إطار اختتام أشغال مشروع اللولب الخمسي للابتكار. مزيد دعم أنشطة التعاون في مجال البحث العلمي والتجديد في مجال المياه والطاقات المتجددة والزراعة من التوصيات التي قدمت في اختتام مؤتمر أسبوع الابتكار الأورو متوسطي ضمن مشروع اللولب الخماسي للابتكار. التظاهرة كانت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الأطراف الفاعلة من أوروبا ونظرائها من دول جنوب المتوسط. المشروع يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدان الأوروبية والمتوسطية في مجال المياه والطاقة والتربة، وتقدر قيمة الاعتمادات المرصودة لتونس ضمن المشروع ب 140 ألف أورو. المشاركون في المؤتمر ومن خلال الورشات حاولوا تقديم بعض الحلول العلمية لعدد من الإشكاليات البيئية. التقاء بين الخبراء لتقديم الورقات البيضاء التي تم يعني التوصل اليها يعني في المشاريع. الورقات البيضاء هي عباره يعني عن تقديم مقترحات وسياسات للصانعي القرار في منطقه حوض المتوسط من اجل النهوض يعني بالطاقات المتجدده بقطاع المياه وقطاع الفلاحه. الاشكاليات المطروحه اللي ما صارت فيها كما قلنا احنا بحوث على مستوى كل دوله، تونس والجزائر والمغرب ولبنان وغيرهم، وكلهم اللي عام فما اشكاليات المشروع هذا بفضل شبكه الخبراء اللي عنده وفروا حلولهم علميه معناها باش يتم اعتمادها لحل الاشكاليات هذه كما قلنا باش تكون اكثر معناها فعاليه واكثر جدوى اقل تكلفه. جملة من الامتيازات التي يعرضها المشروع الأورو متوسطي للابتكار منحت لعدد من الطلبة والباحثين في مجالات المياه والطاقة والزراعة. تناول لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بوزير الشؤون الخارجية خميس الجناوي تناول برنامج مشاركة رئيس الدولة في أشغال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، والذي سيلتئم في 25 من فبراير الجاري باعتبار تونس عضوا فيه. وأفاد جيناوي أنه تم خلال اللقاء استعراض مشاركة تونس في القمة العربية الأوروبية المقرر تنظيمها يومي 24 و25 من فبراير الجاري بشرم الشيخ المصرية، إضافة إلى مسجدات الاستعدادات لاحتضان تونس يشغل الدورة العادية 30 للقمة العربية موفى شهر مارس القادم. قدم رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تقريرا حول عمل الهيئة، وتناول اللقاء الصعوبات التي تعترضها في القيام بمهامها على غرار المشاكل المادية واللوجستية والبشرية. وقال قداس إن الهيئة تلقت أكثر من 80 ملفا منذ 16/2000 إلى اليوم ولم يفصل في أي منها. من جهته أكد محمد الناصر حرص المؤسسة التشريعية على المصادقة على مشروع القانون من خلال تشريك جميع الأطراف المعنية.
تعزيزا للدبلوماسية الثقافية، صدق مجلس النواب الشعب اليوم على اتفاقية بين الحكومة التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية تقضي ببعث مراكز ثقافية في كلا البلدين. المصادقة على اتفاقية تونسية صينية لبعث مراكز ثقافية لم تحتاج نقاشا مطولا وتجاذبا كبيرا، على اعتبار أن أي نائب من الحاضرين لم يرفض هذه الاتفاقية. اتفاقية ستسمح لتونس ببعث مركز ثقافي تونسي ببكين، وتسمح للصين ببعث مركز صيني بتونس. أكيد أن الاتفاقية هذه سيد الوزير هي اتفاقية إطارية بين تونس والصين، حتى أنه يتم بعد تحديد عدد المراكز الثقافية اللي باش يتم انجازها. ان شاء الله نقتديه بالصين، لانه الصين وقت اللي شافوا المركز الثقافي، وهذا موجود حتى في الاتفاقية، علاش قلنا راهو نص الاتفاقية مهم، جاءوا وقاموا بالصيانة ورجعوا المركز الثقافي والرياضي في ابهى حلة. من خلال اتقان التعرف على الثقافة الصينية فقد يمكن ان تفتح افاق حتى في التشغيل، معناها في افريقيا، معناها من لمهندسينا ولتقنيينا ولمعناها عمالنا. نحن في الجبهة الشعبية ندعم كل أشكال التعاون مع جمهورية الصين الشعبية بما يخدم مصلحة الشعب التونسي، وخاصة بما يضمن السيادة الوطنية لبلادنا. وزير الشؤون الثقافية محمد زي العابدين أكد أهمية الفعل الثقافي وقيمة هذا التعاون الثقافي الثنائي باعتبار ما تمثله الصين من تطور تكنولوجي وثقافي. كذلك للتفكير ربما في مراكز أخرى تعنينا مباشرة بالدبلوماسية الاقتصادية، ولكن بعلاقتها بالدبلوماسية الثقافية، بالدبلوماسية كذلك ذات العلاقة بالسياحة واستغلال السياحة، ما يجعل هذا التعاون مع الصين مهم جدا في هذا التوجه. نتحدث على الاقتصاد الثقافي الدولي، نتحدث على الدبلوماسية، نتحدث على الخبرات والذكاء اللي لابد نصدره اليوم. تساؤلات النواب طالت عديد المجالات الثقافية كدور الثقافة والسينما والشعر والأدب، والدعوة إلى حماية الشباب، على أنه رغم الغيابات تمكن النواب من المصادقة على مشروع القانون الأساسي. عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري لجمي على أمله في أن تسرع الحكومة في سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المطروح على أنظار المجلس وتعويضه بمشروع قانون يكون متكاملا يهتم بالهيئة وصلاحيتها وينظم كذلك قطاع الإعلام السمعي البصري. كان ذلك خلال تقديمه لرئيس المجلس محمد الناصر التقارير والتقرير السنوي للهيئة المتضمن لنشاطها ولعدد من الصعوبات التي واجهتها في عملها التعديلي والرقابي. وجدد رئيس المجلس حرص المؤسسة البرلمانية على المصدقة على مشروع القانون الأساسي المحدث للهيئة وفق مقاربة تشاركية. بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة ومرور 80 عاما على انبعاث الإذاعة التونسية، نظمت النقابة الأساسية للإذاعة التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ندوة علمية حول الحوار والتسامح والسلام في الخطاب الإذاعي، وقد تم بالمناسبة تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين. الحوار والحق في الاختلاف وتكريس التسامح وقبول الآخر قيم يتفق العديد على ضرورة ترسيخها، سيما في المنابر الإعلامية التي كانت وما فتئت تمثل مصدر تأثير كبير على المتلقي. وللخطاب الإذاعي ومدى تكريسه لهذه القيم خصصت اليوم، وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذكرى 80 على انبعاث الإذاعة التونسية، ندوة علمية. رسالة تاع الصحافي إذا كان خرجت من إطار نشر السلام ونشر قيم التسامح والمحبة والحب والتآخي، وهذه القيم ونظن مقاش صحافي. الصحافي الحقيقي هو اللي يحمل مجمل هذه القيم ويكرسها في كل خطاب يتوجه به بصفة مباشرة ولا غير مباشرة. لابد من أن يعي الإعلامي اليوم الدور الذي يجب أن يطلع به في نشر قيم التسامح وقبول الآخر. الإعلام الحر النزيه هو اللي يعمل انتقال الديمقراطية. ما فماش قيم ما نجموش نخدموا لإعلام، لا نجموا نخدموا مجتمع مدني، لا نجموا نخدموا فهمتي استحقاق انتخابي، لا نجموا نكونوا مسؤولين في هياكل في الحكومة. الحوار كان أيضا مناسبة أكد فيها الأمين العام للمنظمة الشغيلة ضرورة إعطاء المبدعين والمثقفين المكانة التي يستحقونها على حد تعبيره. اليوم كيف شفت تكريم طلة من الفنانين ومن المبدعين في جميع المجالات المسرحية ومقدمي برامج ومن منشطين ومن معناها فهمني شعراء وغيرهم وأدباء، العبرة ليست في المناسبات هي معناها مجرد صورة إعلامية. فأني توجهت لأعضاء الحكومة اللي حاضرين
أني باش نشوف الناس هذه في وضعهم الاجتماعي الصعب والمزري لأبعد الحدود، ودي أني اليوم تحترم من هذه الهامات. موجود وقع خطاب السلام بالنسبة للإذاعي المثقف، لكن الإذاعي هل كل إنسان يعتبر إذاعي؟ لازم تكون واعي بمعنى السلام بمعنى الحرية، مش تحكي على السلام والحرية. وفي لفتة اعتراف لما قدموه خلال مسيرتهم، تم تكريم مجموعة من الفنانين والإذاعيين الذين أعطوا وما يزالون يعطون للمؤسسة. عندي حنين لها ما تتصورش قديش، نهار الكل نسمع كان في الإذاعة كريم، هذه أنا معتزة به برشا، اللي تفكرونا فرحتي لا توصف. التكريم هذا يمثل لي تكريم التتويج اللي عطيه لي الببليك، ومع ذلك فأني نشكر مؤسستي اللي هي اللي خلقت من سلوى محمد، سلوى محمد اللي يحبها الشعب، ونشكر برشا اللي فكر باش يكرمني. احتفال بيومها العالمي واحتفاء بمسيرة 80 سنة منذ انبعاثها يؤكد عراقة مؤسسة إعلامية من بين أخرى مدعوة اليوم إلى إرساء قيم التسامح وتثبيت قواعد السلم الاجتماعية للحفاظ على مكسب الديمقراطية، الذي يؤكد العديد أنه أصبح في مرحلة لا عودة، وفي ظل أيضا تحديات أمنية واستحقاقات سياسية قادمة. في أخبار العالم، استهدف هجوم بسيارة ملغومة حافلة نقل مجموعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلا وعدد من الجرحى. وقد جاد الهجوم الانتحاري بجنوب شرق البلاد على طريق بين مدينتي زادان وخاش في منطقة مضطربة قريبة من الحدود مع باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات. هذا وقد أعلن جماعة جيش العدل، وهو تنظيم متشدد ينشط في جنوب البلاد، مسؤوليته عن الهجوم. يناقش أعضاء حلف شمال الأطلسي في بروكسل على مدى يومين مصير المعاهدة المبرمة بين واشنطن وموسكو لحظر الصواريخ المتوسطة المدى، ويبحثون في خطط لمواجهة قيام روسيا بنشر مزيد من الأسلحة. مصير المعاهدة المبرمة بين واشنطن وموسكو لحظر الصواريخ المتوسطة المدى لا ريب أنه العنوان الطاغي على لقاءات حلف شمال الأطلسي، ولكل من الحلفاء اعتباراته الخاصة بشأن ما يراه خططا لمواجهة نشر محتمل لمزيد من الصواريخ الروسية بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى. وتتزايد مخاوف أعضاء حلف الناتو من سباق تسلح جديد في أوروبا، خاصة بعد أن بدأت واشنطن في الخروج من المعاهدة أثناء الحرب الباردة، بحجة أن روسيا انتهكت المعاهدة بتطويرها نظام صواريخ جديد. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، الذي قال في مستهل اجتماع أعضاء الناتو أن الحلف سيعزز دفاعاته، أكد على مواصلة الضغط على روسيا للعودة إلى المعاهدة والتخلي على نظامها الصاروخي الجديد. معاهدة تحترم فقط من جانب واحد لن تحافظ على سلامتنا، ولهذا السبب أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي الانسحاب من المعاهدة في غضون 6 أشهر. جميع الحلفاء يدعمون هذا القرار، ونحن نواصل الضغط على روسيا للعودة والامتثال للمعاهدة. وكانت السفيرة الأمريكية في حلف الناتو كايبيلي قالت في وقت سابق أن البنتاغون بدأ بالفعل في البحث عن أفضل الطرق للدفاع لمواجهة الصواريخ الجديدة. من جهته كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق انسحاب موسكو من معاهدة نزع السلاح والبدء في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة. اجتماع حلف الناتو الذي تتواصل أشغاله إلى يوم غد، من المرجح أن يخرج بخطط لمواجهة نشر محتمل لمزيد من الصواريخ الروسية. في أخبار الرياضة، تعادل النجم الرياضي الساحلي دون أهداف مع مضيفه نادي ساليتاس البركيني في ثاني جولة المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليحقق النجم نقطته الأولى ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي نادي سفاقسي في هذه اللحظات نادي رانجرز النيجيري بملعب الطيب المهلي. قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثراء اجتماعه معاقبة النادي الإفريقي بخوض 3 مقابلات دون حضور الجمهور بسبب رمي المقذوفات المتنوعة بكثافة، ما جرى عنه إصابة خطيرة لعون أم. كما سلط مكتب الرابطة عقوبة الحرمان من الجلوس على بنك البدلاء في مقابلتين على مدرب الترجي الرياضي معين الشعباني من أجل دخول الميدان دون إذن من الحكم.
حافظ النجم الرياضي الساحلي على صدارته في ترتيب مرحلة تتويج البطولة الوطنية لكرة اليد إثر فوزه على النادي الإفريقي ب 27 هدفا ل 24 في قمة مباراة الجولة السادسة التي جمعتهما بالقاعة الأولمبية بسوسة، وبذلك رفع النجم رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول صحبة الترجي الرياضي وبفارق 4 نقاط عن النادي الإفريقي الذي تلقى هزيمته الثانية في هذه المرحلة. تم عشية اليوم بأحد نزل العاصمة توقيع عقد تنظيم تونس العام المقبل لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة وممثل عن الاتحاد الدولي، اللذين عقدا ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه التظاهرة. للمرة الخامسة في تاريخها ستكون تونس عاصمة لكرة اليد الإفريقية من خلال استضافتها لمنافسات بطولة أمم إفريقيا في نسختها 24 مطلع العام المقبل، نسخة تعتبر استثنائية بما أنها ستمنح المنتخب المتوج باللقب بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو، إضافة إلى كونها ستؤهل 7 منتخبات لخوض غمار كأس العالم. ومن المنتظر أن يتم الترفيع في عدد المنتخبات المشاركة إلى 14 منتخبا، وذلك حسب ما أعلنه رئيس الاتحاد الإفريقي خلال حفل توقيع عقد تنظيم البطولة مع الجامعة التونسية لكرة اليد. التحضيرات ما بديناهاش من اليوم، ما بديناها من السنة الفارتة فيما يخص التجهيزات. عندنا لقاءات عملناها واجتماعات مع سلطة الإشراف. قمنا ببرمجة اجتماع خلال شهر أفريل المقبل لتحديد عدد المنتخبات التي ستشارك في البطولة، وكذلك للاتفاق على نظام إجراء المنافسات. وقد شهد حفل توقيع عقد تنظيم بطولة أمم إفريقيا حضور ممثل عن الاتحاد الدولي لكرة اليد لمعاينة المنشآت الرياضية التي ستقام بها المنافسات، والمتمثلة في القاعة الأولمبية برادس وقصر الرياضة بالمنزة. البطولة دي طبعا تحت عين الاتحاد الدولي وتعتبر جزء من تصفيات كأس العالم والأولمبياد، فطبعا بيبقى فيه اهتمام كبير من الاتحاد الدولي خصوصا في الناحية التنظيمية والتسهيلات الموجودة للعيبة. القاعة الوحيدة اللي تستجيب للمواصفات العالمية هي قاعة رادس، ثم في درجة أقل هي القبة معناها في تونس، معناها ياليت كان عندنا قاعات أخرين، وعلاش لا كانوا قاعات أخرين موجودين رانا عملناهم في داخل الجهات. الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يمنح تونس شرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا في نسخة سيكون خلالها المنتخب الوطني مطالبا باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتأكيد زعامته القارية والحفاظ على تاجه الإفريقي المحرز السنة الفارطة بالغابون، وذلك عبر تتويج باللقب 11 في تاريخ كرة اليد التونسية. نهاية هذه النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. في أول أيام الزيارة الرسمية إلى فرنسا، رئيس الحكومة يجري سلسلة محادثات مع الساسة الفرنسيين ويطلع على الجناح التونسي للنسيج. اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعلن أن القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية مجرد تحين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إدراج دول جديدة. وزارة التربية تطلق منظومة إلكترونية للتسجيل بالمرحلة الابتدائية، ينطلق العمل بها غدا. وطبعا بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تي في. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.